ننتقل بقى لنقطة تانية. طبعاً أنا عايز أتكلم في حاجات كتير، لكن يعني هضطر إن أنا أتكلم في أهم النقاط. فخلينا نتكلم عن فيلم أنتجته، وهو من أهم 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية، للأسطورة أحمد زكي، وهو فيلم البريء. كلمنا بقى عن علاقة فيلم البريء والمشير غزالة الله يرحمه، وان هو لولا المشير ابو غزالة وتدخله ما كانش الفيلم ده شاف النور. في كواليس كده فيها سسبنس كتير ورا فيلم البريء. بصي هقول لحضرتك حاجة، لما جينا نعمل فيلم البريء انا كانت يعني تربطني علاقة شغل وصداقة جامدة جدا بالفنانة سميرة احمد، ما كناش اتجوزنا لسه. فهي اللي شجعت، انا قعدت مع وحيد حامد اداني السيناريو قال لي اقراه. كنت انا بحضر فيلم امرأة مطلقة لسميرة، سميرة ونجلاء فتحي وفريد شاوي ومحمود ياسين وكده. فانا خدت السيناريو اديته لسميرة قلت لها اقريه قبل ما اقراه انا يعني. فهي قرأت السيناريو قالت لي حلو جدا نعمله. فرحت عند وحيد حامد على الميديان وقعدنا، قلت له وحيد انا هاخد الفيلم ده. فقال لي انا عندي شرط انه يكون المخرج عاطف الطيب. قلت له انا كان في تفكيري عاطف الطيب، انا عايز اشتغل معاه. وكان هو عامل مسلسل، عامل فيلم لنبيل عبيد مش فاكر اسمه ايه بالظبط، المهم يعني. فقلت له انا حابب اشتغل مع عاطف الطيب، فممتاز جدا. ومضينا مع عاطف الطيب ومضينا مع وحيد حامد وابتدينا نعمل فيلم البريء في نفس الوقت اللي بصور امرأة مطلقة. عشان نعمل فيلم البريء اخدنا كل التصاريح اللي ممكنة، يعني اخدنا 26 تصريح لانه له علاقة بالجيش وله علاقة بالمعتقلات وله علاقة بالبوليس وله علاقة. فاخدنا التصاريح كلها وعملنا الفيلم. الفيلم اساسا السيناريو معمول مجهل الزمن بتاعه، يعني الزمن بتاعه ما تعرفيش مش بيعبر عن حقبة زمنية معينة، مش بيعبر عن حقبة زمنية معينة يعني، إنما واضح إنها سابقة يعني. فعملنا الفيلم وبعدين أخذنا الرقابة عليه وكل حاجة، وفوجئنا إنه كان الجيش طالب يتفرج على الفيلم. فعرضنا الفيلم عندهم قالوا لا الفيلم فيه خطأ في اللبس، الكاب مش فاكر بقى كان صقر قريش ولا النسر، احنا عاملين غلط يعني. ففي حاجات لازم تتعاد، في خطأ في الأزياء، في خطأ في الأزياء. وطلبوا ان الحاجات دي تتصلح وحاجات كده. وكان في خطأ كمان، مش خطأ، كان هم اعترضوا على الدور بتاع محمود عبد العزيز اللي كان طالع ظابط فيه. المهم الفيلم وقف وبقينا في دي بيت هنعمل ايه يعني وحاجات كده. كان وقتها الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة، فسميرة كلمته، فكلم مشير أبو غزالة وكده، فقال ابعتوا الفيلم يتعرض في التوجيه المعنوي، وقادة الأفرة وراحوا اتفرجوا عليه. فبعت الفيلم، لما اتفرجوا عليه قالوا لا الفيلم ما يتعرضش يعني. كانش في حل تاني غير لازم ناخد موافقة المشير يشوف الفيلم بنفسه يعني. هو أنا رحت بالليل شلت النهاية بتاعت الفيلم لأن كانت اللجنة العليا للرقابة كانت معترضة عليها، فأنا رحت شلتها وقفلنا عند أحمد زكي لما بيمسك الرشاش وكده، ما نوريش المجزرة اللي حصلت يعني. وعرضنا الفيلم، إجا المشير أبو غزالة وإجا الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة وإجا اللي هو أحمد رشدي كان وزير الداخلية، وجم على قاعة الوزير في مدينة السينما يتفرجوا على الفيلم يوم الساعة 10 الصبح يعني. فجم اتفرجوا على الفيلم وإحنا حاطين إيدنا على قلبنا. المهم لما النور نور بعد ما خلص الفيلم، فكان في اللي هو نمر ماسك المخابرات، فجي جاري قال له للمشير حضرتك عجبك الدور بتاع محمود عبد العزيز؟ فرد عليه قال له ده فيلم سينما، انت ايه دخلكم؟ كل واحد فيكم فاكر نفسه محمود عبد العزيز، لا ده دور جوه فيلم سينما. فانا اطمنت شويه من الكلمه. وبعدين قال مين اللي عامل الفيلم؟ فوقفنا انا ومدام سميره، فقال انتوا عايزين تقولوا ايه في الفيلم ده؟ فرد طبعا الله يرحمه جمال الليسي كان موجود، قال له يا فندم عايزين نقول كنا فين وبقينا فين؟ قال له بس ده مش باين.
فطلب حطوا لوحه في بدايه الفيلم تقول التاريخ يعني انه زمن ماضي ده اتعمل الفيلم ده، لان في الفيلم بنقول على الخدمه العسكريه بنقول الجهاديه وحاجات كده، فالجهاديه دي كانت ايام الملك يعني. فبيقول حطوا يعني قولوا فين امتى اتعمل الفيلم. هل في اللي حضر جلسه المشاهده دي حضرتك والفنانه سميره احمد، ولا كان كمان الراحل عاطف طيب موجود؟ لا ما كانش موجود عاطف طيب، ولا كان موجود وحيد حامد. الاثنين الله يرحمهم طبعا من اعظم الناس اللي اشتغلت معهم في حياتي يعني. اكيد. ف حضرنا البتاع وخلاص خلص. قال حطوا اللوحه دي وطلب من اللواء تحسين شنن قال له راقب انه يتاكد انه هيحطوا اللوحه، وقال تقدروا تعرضوا الفيلم وانتصروا للفن والابداع بالزبط. في الاخر.